أعزائي المشاهدين، نحن معكم مباشرة مع المسؤول عن المبنى اللي تعرض فيه شباب الجديد للاعتداء. حضرة المسؤول تفضل. نحن بالحقيقة بنستنكر الشيء اللي صار، بس مما لا شك فيه انه رياض قبيسي والشباب اللي معه هن اللي استفزوا شبابنا. بس كل العالم شافت على التيفي انه شبابكم هن اللي تعرضوا لشبابنا، نحن اللي بهمنا نعرفوا مين اللي اخذ هيك قرار حضرتك؟ ابدا ابدا، هو اللي صار انه الشباب مثل ما قلت لك تساءلوا على شبابنا وشبابنا ما تحملوا فردوا عليهم، وهيدي كانت ردة فعل فردية، القيادة ما لها خص ابدا باللي صار. بس انه حضرتك كيف بتقبل انه هيك شيء يصير؟ قلت لك انه الشباب ما تحملوا، الشباب رياض قبيسي كانوا كتير مستفزين وشبابنا نحن كتير حساسين ما قدروا تحملوا سألتهم. يعني مثل ما بفهم من حضرتك انه عم تعطي الحق للي ضربوا شبابنا بقناة الجديد. 100% الحق معهم. لقناة الجديد. الحق معهم لقناة الجديد، وأنا إذا بتحبوا هلأ بسلم نفسي، بسلم نفسي للتحقيق، وإذا بتحبوا كمان بسلم نفسي للقضاء. حكموني، حاسبوني، اعملوا فيي يلي بدكن إياه، وعلى قلبي أحلى من العسل.